افتتح الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني جامعة سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة الكائن بحي المحادير في مدينة خليفة الإسكانية، والذي تم تشييده وبناؤه على نفقة سموه الخاصة، بحضور الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية وكبار ضباط الحرس الوطني. ولدى وصول سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة يرافقه معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني لمقر الجامع، صلى ركعتي تحية المسجد، وذلك إذانا بافتتاح الجامع لإقامة الصلاة فيه، ثم قام بجولة تفقدية لمرافق الجامع. وعبر سموه عن اعتزازه بافتتاح هذا الصرح الديني والذي يأتي بناؤه وتشييده وفق مواصفات فنية عالية خدمة لأهالي مدينة خليفة الإسكانية. وبارك سمو رئيس الحرس الوطني افتتاح جامع سموه، مؤكدا الدعم والعناية الدائمة التي تحظى بها بيوت الله في مملكة البحرين، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، لتسخير كافة الإمكانيات لرعاية الجوامع والمساجد لإقامة الصلاة فيها. ويضم جامع سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة مصليين للرجال والنساء يتسعان لأكثر من 700 مصل، بالإضافة إلى صالة للمناسبات تضم مجلسين داخليين، إلى جانب سكن للمؤذن ومواقف السيارات وغيرها من الخدمات اللازمة لهذا الجامع.